السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي إطلالة على مغاربة العالم والذي نبثه من الديار الأسترالية. يسعدني اليوم أن أستضيف علم من أعلام الحي العتيق سبتة، يعرفونه أبناء المنطقة حق المعرفة. طبقت شهرته الآفاق في المسرح والمسلسلات التلفزيونية. ضيف الحلقة الأسبوعية اليوم هو الأستاذ حسين غزري. مرحبا بسي حسين. مرحبا، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وألف مرحبا. سي حسين، يمكن لك تخبرنا شيئا ما عن الطفولة ديالك في هذا الحي العتيق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا من مواليد 1859 في سباتة، في بلوك جوج قيصرية. بحكم أني كنتمي لواحد الجيل مهتم بحب الاستطلاع، فهمتيني؟ نعم. الاستطلاع في أي ميادين في بداية السبعينات. نعم. التحقت بجمعيات، جمعية في دار الشباب. نعم. الجامعة. نعم. جمعية الشروق. نعم. المسرح والموسيقى. نعم. في الوقت انا كنت باغي نتعلم على الموسيقى. نعم. ما كنتش باغي نتعلم على والو. نعم. ولكن اخويا مع المدة جذبتني المسرح. نعم. كانت هذيك هي البداية ودخلت مبادئ ديال المسرح و... نعم. وسرت الخلمولة. والقاطرة شدات من تما. سي حسين، بغيناك تحدثنا على نجوم سباتة في المجال ديال الموسيقى والمسرح وتشكيلي. واش نقول لك اخويا، كاين شحال قد كثر تبارك الله، راه سباتة راه مشتل كبير ملاعب لا حدود. نعم. المشكل اللي كان عند سباتة هو التسويق. نعم. تسويق ابنائها. نعم. في المجال الفني. نعم. التسويق هو التسويق هو اللي كان عندنا المشكل فيه. نعم. بزاف. نعم. طبعا كاين بزاف فروق، كاين. نعم. كاين سميتو في المجال الفني، كاين سيف. نعم. كاين فرو الاطلس. نعم. كاين واحد النقطة راحت حيت إلا بغينا نهضرو. نعم. كاين هي سباتة بنمتيل كانوا. نعم. واحدة. نعم. تقريبا كانوا كيجمعهم ما كانش الفرق. نعم. كانوا واحدة. نعم. كانوا بزاف الفروق فين كاين. نعم. إلا قلتي سباتة سيدي بنمتيل سيدي عثمان بعد. نعم. والفرق ما كانش ذاك التقسيم. نعم. هو أصلا هو كان بنمتيل. نعم. هو سباتة هو الجولة. كان هو الأصل. كان هو الأصل. نعم. نعم. سي حسين، لا شك أن أغلب هاد النجوم هادو انطلقوا من دور الشباب. حسب علمي أن النسبة كتوفر على واحد دار الشباب اللي عريقة، اللي كتسمى دار الشباب دار قرية الجماعة. بغيناك تعرفنا كيف كانت الأجواء بدار الشباب، وهل لا زالت كتحمل نفس الإشعاع في السابق؟ دار الشباب سابقا. نعم. في الأوائل ديال السبعينات وحنا كان واحد النشاط، واحد الحيوية. نعم. كانت واحد المنافسة شريفة، كان المسرح ديال الهوات. نعم. كان مسرح الهوات، كان حنا شخصيا كنا بدينا بالموسيقى. نعم. الشروق. نعم. كانوا كما قلت لك فنون الاطلس. نعم. كانوا مسيدي عثمان الهدايا. نعم. كانوا بزاف ما على ديك الاسماء، الاطلال. نعم. الصادقين. المهم. نعم. بزاف هذا. وكنا نخدموا الحفلات وحتى في المناسبات، وسيرتو المناسبات ديال
هذا العرش نعم. كنا كنتفافتوا عليها وكانت واحد النوع ديال الوطنيه وكانك انك راني كتطلع الحسبه نعم. في المقاطعه 11 داك الشيء راك نعم. زعما راك واصل راك واصل نعم نعم الشعب نعم والشعب يهتف بها وكان واحد الجو زوين نعم 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 لا شك يعني ان هاد الجيل الذهبي هذا اللي يعني انبثق من هاد دار الشباب هذا يعني الملاحظ ان كذلك سمتها كانت كتميز بواحد الوجود ديال الحلقه للان الحلقه لم يعد لها اثر فما السبب في ذلك؟ اولا المسرح المغربي هو انبثق من الحلقه نعم المسرح المغربي من الحلقه هو واحد امتداد حنا نعم. أغلب ديال الجيل ديالنا حنا نعم. حنا درسنا المسرح في الواقع يعني نعم. في الحلقة في الحلقة نعم. الحلقة ديال كاين ديال البوكس نعم. هادي فهمتيني نعم. ديال الحكي والحكواتي وخليفة وخليفة والسيد الخليفة الشهاب العيار العيار عمر العيار والقصص القصص الجميلة طويلة نعم اخونا تاع زرتيني اللي جيت نحسب ديك الشيء راه ما نساليوش اليوم نعم حنا نطرقوا على ما هو الخدم ولا سطحي وداك الشيء اللي كاين نعم ما هو مقتضب حنا تلمدنا مقتضب الحلقه نعم الحلقه كان عليها فضل كبير على المسرح المغربي والمسرح الاصلي انا منطلق الحلقه هو الحكي نعم والحكي هو مسرح الحلقه دائره نعم نعم سي حسين يعني سباتا كتعج بواحد المجموعه كبيره ديال المبدعين يعني واش كاين شي تواصل ما بين هؤلاء المبدعين ديال هذه المنطقه هذه حاليا نعم صريح معك نعم وهذا هذا البرنامج راه هو برنامج الصراحه والوضوح سي حسين صراحه نعم كان تواطول وكان الانسان الفنان كيجي يساعد الفنان لا في اطار جمعوي ولا فردي فهمتيني كنت كان عندك كان بكري ملي كان المهرجان ديال الهوات كانوا فروق بحال ما عندكش انت ما عندكش انت دابا فرقه يعني كانت المنافسه الشريفه كانت شريفه وكنت دابا انا كنجي نخدم في بلاصتك باسمك بالاسم ديالك انت دابا حاليا ما كاينش داك التواصل ولا حتى كان هذيك التجمع مجامله ولكن باش يكون زعما كيعاونوا بعضياتهم دابا حاليا انا ما نكذبش عليك انا صريح مع الاسباب يعني اين يكمن الخلل السي حسين اين يكمن الخلل والخلل الخلل كيكمن في دور الشباب اللي ما بقاش كتلعب الدور ديالها بعدا هو اولا نعم ما بقاش كتلعب الدور ديالها بالنسبه ليا دور الشباب ولا بحال قصاري محالات نعم. كيجيو فيها كيحطوا فيها لي ماتيريال ديالهم نعم. المبادره هذا العلاقه هذا ديال هذا نعم. كيجي يديروا حوينتات صافي نعم. خاص العام كيديروا لي بيلون ديالهم صافي نعم. اما المسائل انه باش ياثروا الناس ويستقطبوا الشباب نعم. باش يكون الشباب واعي نعم. ما كان بكري نعم. كان في السبعينات وفي الثمانينات وحتى الاوائل التسعينات صافي نعم. سهل هذا نعم سي حسين على ذكر يعني المسرح والفن بصفة عامة والثقافة والرياضة اللي كانت كتزخر بها يعني دار الشباب ديال القرية هنا بغيناك تعرف من المستمع يعني على هذوك الفطاحل هذوك الناس اللي أطروكم كيفاش كنتو كتمارسوا يعني هذاك المسرح في المنطقة كنعرفوا بأن الإمكانيات كانت ضعيفة وهشة شوية لكن كان طموح كبير وكانوا ناس من وراء هذا العمل اللي تخلق في المنطقة دي سباتة وكانوا وطنيين كانوا ينتجون بالوطنية أولا أن بعد لا يفوتني أن نعم. أن باش نقول باش نعطي المستمع نعم. بعض الجمعيات اللي كانوا اللي فاعلين نعم. من بكري فهمتيني باقي نعم. الآن دابا كيخدموا لهم مقاومين نعم من جمعيه سباته هما راه كاين جمعيه سباته وسيدي عثمان نعم
حتى ما نقدروش حنا دابا حنا نبقاو غير مع السباته سيليت، لان مع دابا كاين هذاك التقسيم، فغيجي واحد المجال ان شاء الله باش غنجيبوا الاعلام ديالهم حتى هما يتكلموا على هذيك المنطقه ديالهم. المهم كاين 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 فرقه طلائعي برئاسه الهرم الكبير استاذ ورده، نعم، وكاين طه الشعبي البيضاوي، نعم، ديال المرحوم ياسر مصطفى، نعم، وكاين فضاء النواء برئاسه مسحان الزيتون، كاجو هادو كاع فطاحله، نعم، وكاين فضاء القريه ديال ابو قاسم اسماعيل ابو قاسم، نعم، وكاين مسرح ادهان، نعم، ديال شاكيري عبد المجيد، نعم. هاد الناس هادو هاد الناس تعلمنا منهم الكثير، نعم، وتعلمنا معهم اصول ديال 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 المسرح، نعم، من خلال المحاضرات اللي كانوا كيديروا، نعم، كيديروا كاينين اسبوعيه وكاينه اللي كل مره شهريه ولا كل 3 شهور كيديروا، فهمتي بحال اللقاءات، نعم، ولكن ملي كتجي تجمعهم كتلقى راسك ديما كل سيمانه راك تحاضر مع محاضره جوج، نعم، فهمتيني، وكتستغل يعني كانت واحد الاستمراريه كانت واحد الاستمراريه ورشه ديال طبيعه الحال الحمد لله كنشكرهم من هذا المنبر انا كنشكرهم جميعا وما يفوتنيش انني باش كنزبد واحد واخا تقول لي انا ما ندير سيدي عثمان ماشي بنمشيك غادي كحيل عمر اللي كان حتى هو هاد الناس كاع كانوا كيتطابوا معاه فهمتيني والابن ديالو اللي معايا انا دابا سعيد كحيل هو الاستاذ ديالي اللي دابا كنشتغل معاه حاليا تقريبا في جميع الاعمال ديالي هادوك الناس كان ورشات باقي حاليا دابا الوقت واخا حاليا باقي كنتاطروا معاهم وهذا جميل كل اسبوع كتحضر كتحضر ورشه ديال الديكور ديال السينوغرافيا ديال الاناره ديال ما هو تقرا على اعلام لا مدارس بريخت ستانيسافسكي وهذا كيفصح المجال يعني كيفصح المجال للناس اللي في هذا فهاد الباب هذا فهاد المسار انهم يعني يتألقوا ودائما يجيبوا الجديد. بطبيعه الحال شوف استاذي الكريم، نعم، ملي كتبقى انت يوميا ولا كل اسبوع، نعم، كتقطر، نعم، قطروا لك انت هذاك كنسمي انا التقطيره اللي كيقطروا لك بحال السيرو، نعم، في العروق ديالك انت ديجا عندك قابليه عندك موهبه عندك رغبه، نعم، خاصه تسقل هذوك الناس كيتسقلوك كل اسبوع، نعم، كل اسبوع انت كتجد بحال شي ورده هذوك كتفتح، نعم، ضروري يجي واحد النهار اللي انت كتولي كتبدع، نعم، وهذاك الشيء كينعكس على الشباب اللي جاي دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم، كنا حنا بداو نهضروا على هذه المسائل ديال الشباب اللي جاي. مستمعينا فاصل ثم نواصل. سالب حرمة أفغاني جيتو مكسي عراني قصتك يا المواج تسمعي صوتي اللي هاج العيشة مرارة أبغيت المالك تحميني يا فيك تدفني يا تحييني زاوب فيك وفي ماك القاسي وفي عجاج ريحك القاسي وصلني الهيه الهيه اللي عاودوا لي عليه فيه طيب نعاسي وسعدي واللي نقرا وفيه غبر نحاسي يتحقق حلمي اللي فار في كاسي. نجدد الترحاب بكل من ألحق سمعه بنا، أنتم دائما في الاستماع سيداتي سادتي إلى برنامج إطلالة على مغاربة العالم. السي حسين يعني كما تحدثنا سابقا حول هذه المجموعة ديال المبدعين اللي كان كيربط واحد التواصل بينهم يعني سابقا والآن يعني نظرا لظروف خاصة أو عامة أو الجو العام اللي ساري به الأمر هناك، ألا تفكرون يعني في جمع شمل هؤلاء المبدعين يعني كل من موقعه من خلال عمل فني مشترك اللي يبرز ما يزخر به يعني إثباته من كفاءات في هذا المجال الفني؟
عرفت نقول لك السيد الكريم و نعم انا بالضبط من... انا اقسم لك فوبي بالله لا انا هذا امالي مرحبا امالي ولكن ولكن نجيك صريح من المستحيلات تقريبا من المستحيلات الى الى شي نهار الى شي نهار برز هذا برزت هذه النقطه وتجمعوا وداروا شي ملحانه راه تحسب في التاريخ يعني انا نقول لك انا غنسب لك نعم اسمعني انا غنزم بانه غادي يكون واحد العمل واحد العمل ماشي ضخم غيكون اللي غيبقى في التاريخ اللي غادي يدرس غيبدا يدرس في الجامعات في جامعات ماشي مغربيه وجامعات خارج ارض الوطن انا علاش نقول لك ماشي عندنا 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 كتاب في الحي الحي ديال سباته منهم اول واحد طالعي الله يشافيه من هذا المنبر عندنا كتاب كبار وعندنا مخرجين كبار وعندنا دي سيناريست كبار وش نقول لك نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله كنحييهم من هذا المنبر هذا نداء نعم. وهذا نداء هذا نداء كان نادي وهذا انا سولت هذا السؤال هذا هذا اللي سولنا هذا السؤال يا فنانين سباته نعم. الله يجازيكم بخير نعم. الحسين غزري ناديكم وكيناشدكم نعم. راه عندنا طاقات كبيره نعم. الله يجازيكم بخير لما نحاولوا نتجمعوا نعم. ونديروا شي ملحمه نعم. ونعبروا بها على الوطنيه ديالنا نعم. ونقولوا للناس نعم. ونقولوا للعالم نعم. كامل باسره نعم. لان راه المغرب نعم. فيه عنده واحد المنطقه سميتها سباته نعم. كتخرج على الاعلام نعم. مثل طالعي اللي في السبعينات مشاو نعم. لسوريا ومشاو للمغرب نعم. احسن تمثيل وجابوا زوائد نعم. كبيره باش تبقى تاريخيه باش تبقى تاريخيه ونتمنوا تكون انطلاقه من هاد من هاد الحلقه ان شاء الله تكون سبب لها ان شاء الله اتمنى اتمنى انا والله اتمنى صادقا نعم. انا مغربي شوف نعم. وحقديه انا مغربي نعم. وكنحب بلادي بواحد بجنون نعم. جنون لذلك انني ما كنشوفش المسائل نعم. الماديه ولا المسائل ديال الشهره ولا نعم. داكشي ما كيدورش كاع في المخيال ديالي نعم. انا اللي كيدور في الخيال ديالي هو شي حاجه اللي كتبقى للتاريخ نعم شي عمل اللي غيبقى للتاريخ اللي غادي يذكروا ولاد ولادنا نعم. وهذا الشيء اللي كنشتغلوا عليه في اطار ما هو الجمعيه اللي اخر جمعيه اللي كريناها نعم. هي ديال جمعيه قدماء الشابين نعم. للثقافه والفن نعم. اللي من خلالها نعم. عندو الاطر وليدات الله الرحمن الرحيم واللي الجميل فيها هي ان فيها جامعه نعم. دكاتره محامون جميع نعم. جميع الاطياف نعم. داخل المغرب وخارج المغرب نعم. وكنشكر نعم. الرئيس نعم. اللي جمعنا نعم. حيث انا عضو في هذه الجمعيه ديال قدماء الشابين نعم. حيت حقرينا في هذه المؤسسه نعم. واللي باغي نردوا الاعتبار ليها من خلال ان شاء الله الرحمن نديروا فيها ورشات نعم. وداكشي حنا نعم. الحمد لله بدينا غير غير حبسنا شويه دابا هذه المرض كوفيد نعم. الله يفز الله يفز علينا يزول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله السي الحسين السي الحسين خبرنا عن اخر الاعمال الفنيه ديالك واش كاين شي جديد واه دابا قلت لك دي اخر اعمال خصك واش نفس اول الاعمال هي معروفه هي هي معروفه وغادي غادي المستمع يعني راه مطلع عليها حنا بغينا نشوفوا ما هو الان وما هو يعني اتي ان شاء الله الان وكاين وعود كاين وعود الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه كاين وعود نعم. باش ما نكش نزن نعم. كاين وعود يمكن وكاين مشروع ثاني مشروع ديال المسرحيه ديالي اللي حتى انا كندير المسرح الفردي نعم. مسرحيه ديالي من تاليف نعم. الاستاذ الجليل سعيد كحيل نعم. ومالي انا اللي كنطرق فيها المعاناه نعم. ديال الفنان المغربي نعم هذا جميل هذا جميل سي الحسين الوقت كيداهمنا ديال ديال ديال, نعم ديال البرنامج نعم فغادي نخلي لك كلمه اخيره وكلمه اخيره انا ما انا ما كنحبش تقول كلمه اخيره مرحبا غادي 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 يكون غادي يكون غادي يكون لقاءات مستقبليه معك ان شاء الله هذه غير هذه غير الاتجاه هذه نعم نعم تفضل
انا ماشي في داك الشق الجن عنيت انا حيت كتقول كلمه اخيره يعني غنمشيو للاخره صافي ما خاص ندوي لا حاجه هي يعني الله الله هذاك حنا كنستعدوا ان شاء الله كنجي نستعدوا باش نعطيو داك النفر وداك الشيء اللي عندنا نعطيو للجيل المستقبل ان شاء الله الرحيم. الى كما قلت لك حنا دابا في صدد في الجمعيه ديال القدم الشابي نعم حنا غادي نتخذ المقر ديالها في المدرسه بنفس عنيت نعم انا نقدر نأطروا الفتيان نعم من التحضير حتى السادس فيما هو فني في جميع الفنون فهمتيني الرسم المسرح بجميع الفنون نعم الفنون ديالو صالح مراحيم ومن خير هذاك الشيء راه كنتعاونوا نتعاملوا مع جمعيات وجمعيات كنمشي نأطروا الوليدات والحمد لله راه تخرج على يدينا وطور كثيرة كبيرة كثيرة إن شاء الله بلا ما نذكر الأسماء باش ما نكونش باش ما تكونش مع الأنانية. نعم جميل. أنا كندير وركب عن أنا مغربي كنحب بلادي كنشتغل على ما يفيد البلاد في البلاد. نعم. وما كنبغيش المقابل عند الله سبحانه عز وجل. نعم. أما المسائل الأخرى المادية والأشياء راه كتجي لراسها فهمتيني؟ صح. أنا ما كنسعاش لها. نعم. ما كنسعاش لها. وانا خدام نعم. اولا من اجل المغرب انا من اجل بلادي خدام نعم. وما كنبغي شي واحد اللي يبدا يخدم ويبدا يعيب في البلاد ديالي يشتي المغرب هذا لا نعم. انا كنبغي بنادم اللي حط قريب واحد الصوره هذه الوطنيه الحقه هذه الوطنيه الحقه اي نعم. حيت الفنان نعم. حيت الفن نعم الفنان راه رساله اسم على مسمى راه الفن رساله الثقافه الفنان خصو يكون الاسم على مسمى نعم. بمعنى انه خص يكون بعدا يكون بعدا كيحب البلاد ديالو اللي كيعيش فيها وكيسم نعم. الهواء ديالها وكياكل الخيرات ديالها نعم. خاص ديك الخيرات ملي كي بحال بحال كيسقيو فواحد النبته وكتنوض نعم. وكدير واحد الفروع وكتبدا نعم. ترش دوك النبات ديالها وكينوضوا نعم. ورود اخرين نعم. هي اللي كنخدموا عليها حنا دابا المشتل حنا ديما كنقلبوا على المشاتل جداد باش كنسقيو نعم. هذا باش يكون الخلاف بخير ان شاء الله ان شاء الله و سي حسين اش تقول لولاد سباته من هذا المنبر هذا واش نقول لك ولاد سباته راه كنقول لهم راكم في القلب نعم وكنشموا كتنفسوا الهواء ديالكم نعم وكنهم منبر نعم. الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير نحسسكم بخير نحاولوا نجمعوا الشمل نعم واللي ماشي واحد يتزاوز عليه وانا من هنا هذا المنبر انا كنعاودها يا ريت يا ريت نجمعوا نديروا شي ملحمه اللي تكون عالميه حيت حنا قادرين قادرين نديروها لماذا لا العالم اللي عندنا لماذا لا عندنا عالم كبير انا نقدر نقول اسماء ونتسف لي اسماء ونصدق بحال انا كنهز نقول نهز ناس انا نهز نو بدون استثناء سباته تبارك الله داخر المواهب ديالها نعم سي حسين حقيقه الحديث معك جد شيق لكن كما تعلم ان البرنامج له وقته المحدود فكنشكرك مرة أخرى وحنا غادي نبقاو معكم في اتصال في هذا الحي العتيق ومع الرجال ديالو إذا سيداتي سادتي ما بقى لنا إلا نودعكم وإلى حلقة أسبوعية مقبلة إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم مصطفى الزطاطي الإدريسي من الديار الأسترالية